فقرة المقالب كابتن خواجة، يعني بنشوف مين أكتر لعيب في الفرقة كان بيعمل مقالب في الجيل بتاعكم؟ كان الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق كان مقالبه فظيع قوي والله. يعني عمل حاجات كتيرة، وفي حاجات ما تتقال وحاجات ما تتقالش. في المعسكرات بقى ولا في التدريبات؟ في النادي، في النادي أكتر. في النادي خاصة مع الكابتن سامي منصور. يعني حاجات كده. لا ده هو مرة تفتكر له ايه يا كابتن خالد؟ مرة خد هدوم سامي منصور كلها ومشي. كنت انا وهو وسامي فضل قاعد بالفوضى لغاية بالليل. كنت انا وهو خدناها. فاروح قال لي خلي الهدوم دي معاك. قلت له بتاع قال لي مالكش دعوه خليها معاك. خدناها ورحنا حطيناها عند عم سراج. كمل عند عم سراج. تليفونات. وحاطين البتاع تحت. وشويه ولادك سامي منصور جاي لابس المقاب ولافف في الفوطه وداخل على الجنينه. احنا في الملعب هناك. داخل كده ازاي وماشي. واما قابلني قال لي فين الهدوم؟ قلت له ما اعرفش. فاروق جعفر اداني شنطه حطيتها عند عم سراج. قال لي هو اللي اداها لك ولا انت اللي خدتها؟ قلت له هو اللي اداها لي. كنتوا الاثنين يا كابتن حمامات يا كابتن فاروق. سامي منصور قام واخده قال له يا سامي ما تهزرش معايا. قال له بتاخد يعني من ضمن الحاجات يعني. وسامي منصور انت عارف دمه خفيف وما طبعا. وكان يجي يكلم اي حد يقوم عامل ازيك يا ابو صبري؟ يقول لك ازيك عامل ايه ومش عارف ايه ويقوم واخدك على قفاك. فكان يجي يكلمني اقول له انت منزل ايدك. سامي كان مش بيتكلم مع مين بقى؟ واقف بيتكلم مع في حد يعني مهم، واقف بيتكلم معاه في النادي. قام حاطط ايده عليا واحنا نقول له ها يعني مستنيين بقى. اما خلص وقام واخد الراجل ايه سامي ده انت حبيبي.